في دكتور في جامعة الإمام. نعم. يقول كنا ندرس احنا وياه في الجامعة سوا. أي. يقول كنت مؤذن أحد المساجد في شرق الرياض. يقول وبتخرج آخر سنة. الله أكبر. يقول أنا بتزوج بنت عمي. يقول سبحان الله ومعنا واحد من الموسيرين في الحي. يقول لي كذا. يقول يسولف معي مرة عقب العصر. قال يا أبو علي وين؟ ما في زواج. ما تزوجت؟ قال والله ودي أتزوج. قال وش اللي مانعك؟ هذا المسجد فيه بيت وأنت ما شاء الله تقول إني إنهم بيأخذوني معيد في الجامعة. نعم. وش ناك مانعك؟ قال قال باقي كذا يشر بيده. قال يعني أنت كم في بالك تبي تعطي بنت عمك؟ قال والله حنا في الجنوب نعطي من 30,000 ل40,000. قال يا وليد ويطلع في جيبه كانت معك كاش. إيه. الله أعلم. قال يا وليدي هذه 40,000 وفوقها 5,000 غرفة النوم. السلام. لا ترى تعذر أبد. يقول إني أنا مصدق ما يقول واسجد شكر لله سبحانه وتعالى. سبحان. يقول ويحدثني أنا والله لو خشيت إن هو قايل لي أذكر اسمه كان ذكرت اسم الرجال لكنه يقول سجدت لله شكر وطلع 40,000 وطلع فوقها 5,000 وقال خذ. ماشي. يا وليدي ما ردك شيء. يقول وبالفعل ما كملت أسبوعين رحت للجماعة وعطيتهم 40,000 وعلى طول رجعت شريت غرفة النوم والحمد لله. يا حظ هاللي يعطون دراهم للشباب يا حظهم بالأجر. والله يجمعون راسين من بالحلال. أبو عبيد عنده بهالأوراق شيء أم عبد شيلة لكن